بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا الحفل صراحة كنت كنوجد انا هذه دابا 3 سنين كنت بغيت ندير هذا الحفل مع كان جات كورونا وتسد كل شيء، كان بعد شويه تأزمنا بزاف ما قدرنا نديروا حتى شي حاجه، ولكن هذه المره هذه وعدت راسي وعدت الوليدات ديالي كاملين باننا غنديروا هذا الحفل هذا، واخا كانت شويه القديم زيره على حسب المدارس، يعني المدرسه ما كتساليش شهر 7، وهكاك حاولنا حنا والوليدات الصغار نداركوا هذا الوقت هذا، وكانت عندنا واحد ستريس بزاف، واحد التوتر مع الوليدات مع الناس اللي كانوا معنا الجنود الخفاء باش اننا نوصلوا لهذا الحفل لهذا المستوى، كانت عندنا تمارة بزاف. الوليدات صراحه منضبطين الوقت، ما كاين شي واحد كيجي في شي وقت اخر اللي يقول لي لا ما غاديش نجي يا استاذ ولا شي حاجه، الا مشى قال لي ما نجيش كنقول له الا ما جيتيش ماشي مشكل، ما كيعاودش معايا، كان كيبقى الخوف ديالو على انه ما يكونش معنا في هذا الحفل وكيجيو. الحمد لله كنا هذا الادب كامل ما مشاش السودان كما تنقولوا، الحمد لله داز كل شيء على خير، والحمد لله صراحه ما جيت نهضر بزاف ما نقول الحمد لله على هذا الشيء يعني كامل، كنشكر كاع الناس اللي معنا اجمعين الدريس ديال شنقول لك تبارك الله عليه والله يحفظه وراه مرضي الله يبعد منا عير شر الخلق، وتبارك الله وصل عن بعليه ماشي حيت ولدي، كنقول لك هكا الحمد لله راجل ونص وغادي في المسيره ديالو غادي مزيان، وتبارك الله وصل عن بعليه حتى الوليدات غادي كيسمعوا ليه وغادي بهم القدام الحمد لله، والهلي الله يحفظوا ليا والهلي يخطي عليا وليداتي كاملين والهلي يخطيكم حتى نتوما والله يحفظكم الله يسهل لكم الامور. انا نعيمه اخت ادريس الاستاذ ديال التايكواندو، انا هنا كنشكرو بزاف بزاف صراحه هادشي اللي دار اليوم، انا براسي ما حيت انا ما عايشاش معاهم هنايا، داكشي اللي شفت صراحه بزاف اللي بزاف اللي صراحه ما كيوجدوش هادشي كامل للدراري ديالهم. انا كنتمنى حاجه واحده، ربي يحفظه ويحفظه من اي شر ويخليه ديما الفوق الفوق، ويحفظنا الوالده ديالنا يا ربي يا ربي وطولها في العمر، والله يحفظ كاع الوليدات والله يخليهم لوالديهم والله يحفظنا الجميع. دونك انا اللي درت مع البنات لا كوريوغرافي، كنت كيعجبوني كيفاش كيكونوا فريمون باغيين داكشي اللي كيديروا، دونك ما لقيتش معاهم شي ديفيكولتي باسكو ديجا البنات عندهم واحد لا باسيون داخل، عندهم واحد شنقول واحد اي سون دي زارتيست ديجا، دونك ما وحلتش معاهم بزاف، ومنين شفت زعما داك المجهود ما مشاش على والو فريمون جيتي فيير دو و جيتي فيير بكاع دوك الفقرات اللي دازو. دونك فوالا، وكنقول لخويا الله يحفظه حتى انا باسكو فوق ما الناس المغاربه تيشوفوا شي واحد ناجح تيبقاو تابعين حتى كينزل، مي الحمد لله خويا ما غاديش ينزل وكيبقى ديما يشوف الفوق، وداكشي اللي فوالا باسكو انا معاك لي، وكاع هادوك اللي تيبغيو يطلعوا باش يشدوا حنايا اللي تنهبطوهم باش حتى شي واحد ما يقرب ليه، الله يحفظوا ليه. انت تقول ماشي خو انت ولده ياك اكزاكتومون. الان فين وصلت يا وليد في الممارسه الرياضيه التايكواندو؟ لان ان شاء الله انت مشروع بطل المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله ديجا عندي دابا الكحله في بروميير دان في التايكواندو، وغادي مزيان ضروري بالمساعده ديال خويا، ماشي ماشي بوحدي، وبهاد هاد الحفله اللي درناها اليوم ما كنتش زعما غنوريهم ولا غندير لهم شي حاجه، كما مشيت قلبت على الفيديو كما نصحني خويا ولا الزاد ديالي، نصحني بدي فيديو باش نتفرجهم في يوتيوب باش ناخذ ديمو في مولي بازيك ما يكونوش صعاب على الدراري، وكنت كناخذ شويه من كل فيديو كنمشيو كنحاول اونترينو عليهم كل نهار، كل سيونس كنمشيو نهار ورا نهار ورا نهار، كيكونوا بوحدنا في واحد الجهه حتى ابخي واحد المده ملي جينا نتفرجنا قدامو هو براسو ما فهمش حيت جاتو شي حاجه بشكل، حيت ما كانش كيشوف فينا حتى، حيت كان مشغول مع شي حوايج، مي حاولت انا نوقف معاه ماشي كاخو هو من جهته هو ما كانش، حاولت ندير انا المسؤوليه ديال لاصال كو ديالنا حنا كلنا كتعتبر ماشي ديال هو بوحدو كتعتبر ديال العائله كلها وديال حتى الدراري اللي كانت كترينو معنا، دونك حاولت نبين راسي بانني واقف على لاصال ماشي عادي شي واحد بحال خو ما مهتمش ولا شي حاجه.